de conférence. Bonjour. Cette année, sur le thème « Protéger les enfants mondiaux en Algérie », il est dans des pays intermédiaires en voie de développement. Il y a 9000 décès, parce que les cancers du poumon, ça finit plus haut. L'organisation 2025-2030... يعانت المدخنين على الإقلاع عن التدخين. هذه ولهذا عملنا عدة وحدات على مستوى الولايات، حاليا 53 يعني وحدة موجودة على التراب الوطني، يعني كاين وحدة في الولاية يشرف عليها طبيب، يشرف فيها الطبيب النفساني باش يعاون المدخنين على الإقلاع عن التدخين. هذه ليس مستحيل. عدم إشعار التبغ، وهذا هو المحور اللي رانا نركزوا عليه، عدم اشهار تب من صناع التبغ، ولهذا لازم ما يكونش اشهار تاع تب باش ما نجلبوش اكثر فاكثر خاصه الشباب.